مجلس إدارة النقابة الجديد رئاسة الأخ الزميل الصديق الراوي. كل الزملاء المصاحبين له في مجلس الإدارة داعين البعض أن يوفقهم بإذن الله لخدمة حكومة الهندسة والمهندس. طبعا الهدف الأسمى هو أن يبقى المهندسون دائما هم بناة مصر في كل شبر من أرضها. فتهنئة على الأقل لسادتكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة المقربين الحضور، الجمع الكريم، مشرفني ويسعدني أن أكون بينكم ومعكم اليوم في مناسبة نذكر فيها أو نذكر فيها أنفسنا بقيمة من القيم الإنسانية وهي السلامة. السلامة ليست إلا قيمة إنسانية بكل ما تعنيه وتمثله من أمر هام للإنسان نفسه. كسب الإنسان معجزة الخالق جل جلاله، وقد تمكن من معرفة القليل عن سره. ينبئنا بأن جهاز السلامة داخل الجسد صنع محكم. هناك إنذار بالخطر يرسل إلى مركز للتحكم، وهذا المركز يوصي بدوره لمراكز الفعل التي تنفذ ما يجب أن يفعل الإنسان لضعف الخطر أو التغلب عليه أو تخفيفه. أما وقد تعقدت الحياة وتطورت البشرية وزادت طموحات الحاجة وتنوعت الرغبات، فقد طور الإنسان وسائله ليتعامل مع أوزان وأحجام وآلات وسرعات ومواد طبيعية ومواد دروس.